كتاب العزيف النيكرونوميكون للحضرد، أشهر الكتب القديمة النادرة لوصف أشكال الجن وممسوخ الخلقة وأمم ما قبل البشر. يعتبر كتاب العزيف لعبد الله الحضرد من أشهر الكتب القديمة والنادرة التي احتوت على وصفا دقيقا للجن والأمم التي سكنت الأرض قبل خلق آدم وأمم العماليق المهجنين بين جنس الجن والإنس قبل الطوفان. عبد الله الحضرد يمني من صنعاء، ظهر في فترة حكم الأمويين حوالي عام 700 ميلادية. زار خرائب بابل وجال تحت أراضي منفيس وعدة مدن من الإسكندرية حتى إقليم البنجاب، وقضى 10 أعوام بمفرده في صحراء الربع الخالي المسكونة بالأشباح المخيفة والوحوش القاتلة التي قيل أنها كانت عاصمة إمبراطورية قوم عاد. كان يجيد لغات متعددة استخدمها في ترجمة مخطوطات كثيرا ما حيرت العلماء، وفي سنواته الأخيرة ارتحل إلى دمشق حيث ألف كتابه العزيف حوالي 730 ميلادية الذي عرف فيما بعد بكتاب النيكرونوميكون. تحدث الحضرد في هذا الكتاب عن أشياء غريبة وتبدو عسيرة التصديق، فأخبر مثلا أنه رأى إرم ذات العماد، تلك المدينة الضخمة الهائلة بالإضافة إلى جنس آخر أقدم من البشر، وكما هو الحال مع نوستراداموس الذي استخدم سحرا خاصا قد يكون اعتمد فيه على الجن وما استمعوه من الملأ الأعلى لقراءة المستقبل، فإن الحضرد استخدم سحرا مقاربا ليتسنى له قراءة الماضي عن طريق إنطاق الجثث واستحضار الأرواح الشيطانية أيضا. وككل من كان لهم تعاملات مع تحضير الأرواح، جاء موته أو اختفاؤه النهائي عام 738 ميلادية غامضا كما يقول ابن خلكان المؤرخ في القرن 13، الذي ذكر أن الحضرد اختطف من قبل وحش مخيف التهمه في وضح النهار في وجود شهود جمدهم الخوف. لا توجد حتى الآن نسخة حقيقية للكتاب. هناك من قال أن أليستر كراولي المشعوذ الشهير كان قد عمل في وقت من الأوقات مع زعيم جماعة ماسونية، وعن طريقهم تسربت نسخة من الكتاب إلى أفراد في حكومة أدولف هتلر الذي كان مهتما دائما بالحصول على تلك الكتب الغامضة. كراولي أشهر ساحر في العصر الحديث الذي كتب كتاب القانون، يقول النقاد إنه اقتبس أكثره من كتاب العزيف. لاحظ الغربيون أن الكتاب له ارتباط وثيق بأساطير شعوب الشمال، بل إن عمالقة النار عند شعوب الشمال تشبه الجن عند العرب، فمن أين أتت علاقة عجيبة كهذه؟ قالوا في تفسير هذا إن مدينة هارانيان الشمالية ظل أهلها على وثنيتهم ولم يدخلوا الإسلام، وفيما بعد عاش عدد منهم في بغداد. هناك وسط هذا المحيط المسلم كان عليهم أن يكونوا مجتمعا منغلقا منطويا، وقد أطلق عليهم اسم الصابئة. ومن الواضح أن الحضرد اختلط بالصائبة وروى منها بعدما جاء بكتابه. ظهر بعد هذا ساحر شهير اسمه جون دي، اتصل بهذه الكائنات كما يقول عن طريق كتاب إنوخ، والذي يقال أنه مقتبس أيضا من كتاب العزيف، وهو يطلق على هذه الكيانات اسم ملائكة إنوخ، وقد زعم أن هذه الكائنات تستخدم معه لغة غريبة، لذا شرحها بالتفصيل، وقد راقت هذه الطريقة اللغوية للسحرة في كل زمان ومكان. اختفت من نسخة متحف بودوليان البريطاني بعد عملية اقتحام في ربيع 1934. هناك قصة أخرى توحي بوجود نسخة من الكتاب في منطقة أوشتر هورن قرب سالزبيرغ مكتوبة على جلود ضحايا الهولوكوست. ذكر لافكرافت أن الكتاب الأصلي الذي كتبه الحضرد كان اسمه العزيف،
وأرجع لافكرافت معناها إلى الأصوات التي تصدر ليلا من الحشرات، والتي كان يعتقد العرب أنها أصوات الجن والشياطين. ويقال أن الكتاب يقع في 7 أجزاء وعدد صفحاته 900 صفحة. تم ترجمة الكتاب إلى الإغريقية بواسطة ثيودور فيلاتاس، وأخذ اسم نيكرونوميكون، ومن وقتها تم إحراق هذه النسخة بعد محاولات من قبل البعض لعمل أشياء مريعة بواسطة البطريرك مايكل الأول في عام 1050 ميلادية. بعد هذا تمت ترجمة الكتاب من الإغريقية اللاتينية بواسطة أولاس ورومياس، ويبدو أن خبر الكتاب وصله أثناء عمله بمحاكم التفتيش للمور، بين قوسين سكان إسبانيا ذو الأصول العربية، إلى أن البابا كاركوري التاسع منع الكتاب وأمر بإحراق النسختين الإغريقية واللاتينية في عام 1232 ميلادية. ويذكر لافكرافت أن النسخة اللاتينية ظهرت مجددا في القرن 15 في ألمانيا والقرن 17 في إسبانيا، وظهرت النسخة الإغريقية في القرن 16 في إيطاليا. ويعتقد أن الساحر جون دي قام بترجمة الكتاب إلى الإنجليزية، إلى أن لافكرافت قال أن الكتاب لم يطبع أبدا. ويزعم البعض أن هناك نسخة واحدة متبقية في مكتبة الفاتيكان. ذكر لافكرافت أن الاسم نيكرونوميكون قد أتى إليه في حلم، وأرجع معناه إلى اللغة الإغريقية وتعني صورة عن قانون الموتى، إلى وأنه عند تقسيم الكلمة إلى عدة أقسام وإرجاع الكلمات إلى جذورها يأخذ اسم الكتاب أكثر من شكل، مثل كتاب الموتى، كتاب أسماء الموتى، كتاب قوانين الموتى، كتاب دراسة الموتى أو تصنيف الموتى. وذكر أن الغلاف الخارجي للكتاب مصنوع من جلد الموتى. ظل كتاب العزيف من الكتب الغامضة، فلافكرافت يصر أن الكتاب هو محض خيال لا أكثر. ويرى البعض الآخر أن الكتاب حقيقي، ويرجعون ذلك إلى أن أليستر كراولي الساحر والكاتب بريطاني قد قرأ ترجمة جون دي لكتاب النيكرونوميكون، وقد ألف كتاب اسمه القانون، ويقال أن أغلبية الكتاب تم اقتباسها من العزيف. أما النسخة العربية فقد اختفت تماما من الوجود في الوقت الذي منعت فيه النسخة الإغريقية من الكتاب، حيث بحث عنه إدريس شاه في جميع المكتبات العربية والهندية ولم يجد له أثر. ويذكر لافكرافت أن النسخة العربية من الكتاب ظهرت في القرن 20 بسان فرانسيسكو، إلى أنها أحرقت فيما بعد. يقال بأن الكتاب ترجم إلى العبرية على الأرجح في عام 1664 ميلادية بواسطة ناثان غزة، وسمي بسفر هاشاري حداث، أي كتاب بوابات المعرفة. إن الكتاب عبارة عن كتاب تاريخ للأمم القديمة وكتاب سحر أسود، ويحتوي الكتاب على طرق تحضير الموتى حسب زعم مؤلفه وكيفية رسم الدوائر المستخدمة في التحضير والتعاويذ، وفي الحقيقة هي طرق لتسخير واستحضار الشياطين والجن. يتحدث الكتاب عن الحضارات والكيانات القديمة، حيث تم تفصيل العديد من الأحداث التي تم التلميح لها في سفر التكوين وكتاب إنوخ وبعض الأساطير القديمة. اعتقد الحضرض بأن هناك أجناس أخرى سكنت الأرض قبل الإنسان، وأن المعرفة البشرية انتقلت للبشر من أجناس تعيش خارج هذه الأرض ومن وراء هذا العالم، وظن بأنه اتصل بالكيانات القديمة عن طريق السحر، وحذر من أنهم قادمون لاسترجاع الأرض من البشر. ادعى الحضرض أن الكيانات القديمة تعيش في ما وراء هذا العالم، وأنها كانت تريد الاتصال بالأرض بأي طريقة ممكنة للوصول إليها والسيطرة عليها.
وقد استطاعوا أن يتقمصوا شكل الإنسان وأن يعيشوا بين بني البشر وأن يتزوجوا منهم ليكاثروا نسلهم على هذه الأرض. ومن القصص الواردة بهذا الكتاب قصة 20 شيطانا، بين قوسين الملائكة الساقطين كما جاءت تسميتهم بسفر التكوين بالتوراة وسفر أخنوخ. هبطوا إلى الأرض وتزوجوا من بنات البشر فأنجبوا ذرية مخيفة. أفراد الذرية تعلموا كيف يصنعون أسلحة غريبة ومجوهرات وكيف يشربون الدم. ويعتقد الغربيون أن هذه الكيانات القديمة هي ما يعنيه العرب بلفظ الجن. يتم ذكر تلميحات كهذه في سفر التكوين، وخاصة في قسم العمالقة في سفر التكوين 6-1-2، ويتم تفسير وتفصيل القصة أكثر في كتاب أخنوخ، حيث يذكر الكاتبان أن مجموعة من الملائكة قد أرسلوا ليعتنوا ويهتموا بكوكب الأرض، وأن بعضا من هؤلاء الملائكة قد عاشقوا بنات الإنسان، فهبط 20 منهم إلى الأرض وتزوجوا من الإنسيات وأنجبوا منهم، ولكن ذريتهم عاثت فسادا في الأرض. ويذكر سفر التكوين أن الفيضان الذي حدث ما هو إلا لتطهير وغسل الأرض من هذه الذرية، وهذه القصة مشابهة لما جاء بكتب التراث الإسلامي والتفاسير لقصة الملكان هاروت وماروت. هذه نبذة بسيطة عن الكتاب وصاحبه، منقولة من موقع ويكيبيديا ومواقع أخرى على شبكة الأنترنت. مجموعة من الصور لأشكال الجن وأمم ما قبل آدم، منقولة عن كتاب العزيف للحضرد. وفيما يلي نسخة من بعض الصور التي رسمها بعض الفنانين لأشكال الجن وأمم ما قبل خلق آدم، جاء طبقا للأوصاف الواردة عنهم بكتاب الحضرد، وهذه الصور معروضة ببعض مواقع الأنترنت. وبغض النظر عن صحة صور كتاب الحضرد وما جاء به من بعض الخرافات، فمما لا شك فيه أن الصور المعروضة به ستعطينا أقرب صورة يمكن تخيلها لأشكال الجن وأمم ما قبل خلق الإنسان. وسنلاحظ أن صور الجن والأقوام الأخرى المعروضة بهذا الكتاب بعضها يشبه الوحوش والحيوانات والآخر يشبه البشر، ومنهم الأقزام والعمالقة ومتوسط الطول، وجميعهم لهم رؤوس مثل أغصان الأشجار. ونفس ما جاء بالقرآن في وصف رؤوس الجن وطلع شجرة الزقوم المخلوقون منها. كما سنلاحظ في هذه الصور وجود الكثير من الرموز المستخدمة عند الماسون والكابالا وكتب السحر، كالعين والهرم والدائرة والمربع والنجمة السداسية، وهو ما يؤكد أنهم من عبدة الجن والشياطين. وهذه الصور تشبه إلى حد كبير ما يعرضه في أفلام هوليود عن أصحاب الأطباق الطائرة وجنس القادمون من كواكب أخرى ليستعمروا الأرض ويستعبدوا البشر. فهؤلاء ليسوا سوى أقوام الجن ويأجوج ومأجوج من أتباع إبليس والمسيح الدجال وباقي نسل الأمم المؤجل أجلهم إلى يوم الوعد الحق، ممن سكنوا الأرض قبلنا وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. هل هبط آدم وحواء وإبليس والجن من السماء إلى الأرض في مركبات فضائية أو دواب سماوية عبر بوابات نجمية؟ أثير الكثير من اللغط حول الجنة التي سكنها آدم وحواء، هل كانت على الأرض أم في السماء؟ فهناك روايات تقول أن هذه الجنة كانت بالسماء السابعة، وأخرى تقول بل كانت بمنطقة عدن باليمن طبقا لما جاء بنصوص التوراة الحالية.
وأخرى تقول أنها كانت بمكة أو بمصر، والهنود يزعمون أنها كانت بالهند وتسمى أرض شامبالا، والصينيون يزعمون أنها بالتبت، وكثير من الشعوب القديمة كانت تنسب هذه الجنة لموطنها. وهناك من ذهب في العصر الحديث إلى أنها كانت بمنطقة القطبين والتجويف الأرضي كما اختلف في مكان هبوط آدم وحواء، فالروايات الإسلامية تروي أنهما هبط بجبل عرفات بمكة، وأخرى تقول هبط بالهند، والتوراتيون يقولون أنهما هبط بالقدس إلى آخره. ولكي نحسم هذه المسألة فلا بد لنا من مراجعة أوصاف هذه الجنة في القرآن، فالخالق هو الأعلم بها والشاهد على ما حدث فيها، ولا بد أنه سيعطينا في آيات وصفها بالقرآن عبارات دقيقة تمكننا من التعرف عليها بصورة صحيحة، ونربط بين هذه الجنة والجنة التي سنعود إليها يوم الحساب. فتعالوا لنراجع هذه المسألة في النصوص المقدسة لشعوب الأرض القديمة، ثم نقارنها بما جاء بالقرآن لنصل إلى الحقيقة، لأن هذا الموضوع هام وحيوي ومرتبط ارتباط وثيق بفتن إبليس الذي أغوى آدم وحواء بالأكل من ثمار شجر إحدى هذه الجنة، فأسقط عنهما لباسهما وبدت لهما سوآتهما، وتسبب في طردهما من هذه الجنة وطرد معهما منها بعد غضب ولعنة الله عليه. وحذرنا الله من سعيه الدؤوب لطردنا إلى الأبد من هذه الجنة وعدم العودة إليها، كما ترتبط هذه الجنة بجنة ونار الدجال المزيفتين اللتين سيفتن بهما البشر في نهاية الزمان. والجنة الدجالية الإبليسية المزيفة المزعوم أنها جنة آدم وجنة الخلد يروج الآن الماسون وكل أتباع الطاغوت في العصر الحديث لوجودها على الأرض بمملكة شامبالا المخفية عن الأنظار وعاصمتها مدينة أغارثا. وهناك من رأى أن الجنة بتجويف القطبين والتجويف الأرضي الموجود بهم مستعمرات الجن والشياطين ومراكز ومعامل أبحاث الدجال وإبليس، ويوحون بطرق مبطنة أنه لا بعث أو حساب أو عذاب أو خلود أو جنة ونار إلا على هذه الأرض، ليغفل الناس يوم الحساب والبعث وما وعدهم ربهم به من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونار سيحشر فيها كل من عصى الله من عالمي الإنس والجن وأمم ما قبل خلقهما. هل مملكة شامبالا كان بها جنة آدم كما يروج البعض؟ الآراء حول مكان وجود مملكة شامبالا مختلفة، فالبعض يعتقد أنها تقع في التبت ربما في جبال تسمى كولون، والبعض الآخر يعتقد أنها توجد في المناطق المحيطة بمنغوليا بتقاطع سانكيانغ الصينية، لكن الأغلب يشير أن مملكة شامبالا تقع في سيبيريا أو في مكان ما في روسيا في القطب الشمالي، ويتحاط بكثير من الجليد والجبال الجليدية، وهناك العديد من الكهنة الذين يشيرون بأنها موجودة في خارج الأرض على كوكب آخر أو في بعد آخر. وقد يكون المعني بها بعض مدن هورقوليا البعدية كمدينتي جبالسا وجبالقا اللتين سبق وأن تحدثنا عنهما. مملكة شامبالا معروفة بأسماء متعددة ومختلفة، حيث قد أطلق عليها أسماء كثيرة منها الأرض المحظورة، وأطلق عليها البعض بلاد المياه البيضاء وأرض الأرواح المشعة وبلاد النار الحية وأرض الأحياء وأرض العجائب. وقد عرفت لدى الهندوس باسم أريارشا نسبة إلى الأرض التي جاءت منها تعاليم الفيدا، وأطلق عليها الصينيون هيسيتيان أو أرض الغرب المقدسة. أما في روسيا فهناك طائفة مسيحية معروفة يرجع أصلها للقرن التاسع عشر عرفت هذه الأرض المقدسة
باسم بيلو فودي. وعرف شعب الكيراغز نسبة لدولة كيرغيزستان باسم جنايدار، ولكن عرفت حول آسيا بالكامل بشكل عام باسمها النسكريتي شامبالا، الذي يعني أرض السلام والهدوء، ولكن الاسم الحقيقي لها باللغة العربية هو مدينة اسم الله. تعني كلمة شامبالا باللغة السنسكريتية أرض السلام والسكينة، وهي فكرة أتت من أرض التبت في الصين، وتتناول مخلوقات مثالية أو شبه مثالية تعيش وتنير الدرب لتطور البشرية. تعتبر شامبالا مصدر الكشاكرا التي تمثل أعلى مرتبة في التصوف في أرض التبت، والمقتصرة على نخبة من الرهبان. وتحكي الأساطير أنه لا يعيش في شامبالا إلا من كان له قلب صافي، والذي يعيش هناك يستمتع بالسعادة والراحة ولا يعرف معنى للمعاناة، فالحب والحكمة تحكمان السلوك. والعدل شيء غير معروف، القاطنين في شامبالا أعمارهم مديدة وأجسادهم جميلة ومثالية، ويملكون قدرات خارقة، معارفهم الروحانية عميقة، وتقنيتهم متقدمة جدا، قوانينهم معتدلة، ودراستهم للفنون والعلوم تغطي كافة أطياف السبق الثقافي، وتتقدم بأشواط عديدة على ما وصل إليه العالم الخارجي. ويقال أن شامبالا مملكة لها شكل زهرة اللوتس بتويجاتها الثمانية، وعاصمتها كالابا، وهي محاطة بجبال تغطي قممها الثلوج، وسكانها يتمتعون بصحة ممتازة وثراء كبير، وتبلغ أعمارهم المئات من السنين، وقصورهم لها شكل قبب الباغودة. بين قوسين نمط عمراني للمعابد البوذية مكسوة بالذهب، وكلمة شامبالا تعني قصر السلام والهدوء، وظل هذا هو الاسم الأكثر شهرة لها. تقول الروناس الهندية أن مخلص العالم المستقبلي يسمى كالكي أفاتارا، وهذا المنقذ سوف يأتي من مملكة شامبالا. تتحدث الأسطورة حسب مزاعم الدالاي لاما عن أن الانهيار التدريجي للجنس البشري مرده إلى أتباع المنهج المادي الذي ينتشر في أنحاء الأرض، وحينما يأتي وقت يتبع فيه الهمج تلك الإيديولوجية وتتوحد صفوفهم تحت قيادة ملك شرير، ويظنون أنه لم يعد هناك شيء آخر يمكنهم الاستيلاء عليه عندها، ستزول الغشاوة والغموض عن جبال شامبالا الثلجية، فيحاول الهمج الهجوم على شامبالا بجيش ضخم مجهز بأسلحة رهيبة. ولكن رودرا كاكرين ملك شامبالا 32 سيقود حشده الضخم ضد الغزاة، وفي تلك المعركة النهائية العظيمة سيخسر الملك الشرير وأتباعه ويدمرون نهائيا. ويقال أن المعلم الصيني التاوي نسبة لمذهب التاوية لاوتزو عاد في أواخر أيامه إلى مملكة شامبالا التي كان يشير إليها ببلاد تيبو. تعتبر من قبل التقاليد الروحية المركز الحقيقي للأرض، وتمثل المركز الروحاني للعالم، ومركز الغخوان المتمرسين القادمين من كل عرق وكل بلد وكل شعب، الذين كانوا نافذين في كل ديانة رئيسية، وكل تطور علمي، وكل حركة اجتماعية حصلت في التاريخ. تقول النصوص البوذية بأنه يمكن الوصول إلى شامبالا بعد رحلة طويلة وصعبة عبر البراري والصحاري والجبال، وتحذر بأنه فقط الذين تم منادتهم، حيث أصبحوا محضرين روحيا يستطيعون إيجادها، أما الآخرين فسيجدون فقط العواصف الحاجبة للرؤية والجبال الخاوية أو حتى الموت. تقول إحدى النصوص بأن مملكة شامبالا هي دائرية الشكل، لكن غالبا ما تصور على شكل زهرة اللوتس
ذات الأوراث الثمانية. وقد ذكرت بالفعل إحدى الروايات القديمة في التبت بأن مملكة شامبالا موجودة في قلبك. وكما يشير أودين بيرينبام في كتابة الكتب الإرشادية إلى شامبالا بأن الاتجاهات المؤدية إليها معقدة وعبارة عن مزيج من الواقع والخيال. ومع ذلك تبقى شامبالا مخفية عن الأنظار، حيث باءت محاولات العديد من المستكشفين والساعين للحكمة الروحانية بالفشل لمعرفة مكانها الجغرافي على الخريطة. إن الاعتقاد بأن شامبالا موجودة في العالم الفيزيائي فعلا راسخ بقوة في التقاليد التبتية نسبة للتبت، مع أن الآراء حول أماكن وجودها تختلف بشكل كبير. بعض التبتيين يعتقدون بأنها تقع في التبت ربما في جبال كولون. هناك من يشير إلى المناطق المحيطة بمنغوليا ومقاطعة سينكيانغ الصينية، لكن الأكثرية تعتقد بأن شامبالا تقع في سيبيريا أو في مكان ما في روسيا. بعض الكهنة يعتقدون بأنها مخبأة في الأرض الجرداء المهجورة في مناطق القطب الشمالي، طالما أنه محاط بالجليد وأن شامبالا محاطة بجبال جليدية. وهناك كهنة من اللاما يعتقدون بأن شامبالا موجودة خارج الأرض على كوكب آخر أو في بعد آخر. وكتب أحد الدلاي لاما بأن هناك غموضا مقصودا في النصوص القديمة التي تتحدث عن مكان شامبالا، والغاية من ذلك هي إبقاء شامبالا مخفيا أعين الذين يصفهم بالهمج والذين يرغبون بالاستيلاء على العالم. عندما احتكت حضارة الشرق مع الغرب برزت أسطورة شامبالا من أرشيف الزمن. بمتناولنا اليوم عدد ضخم من النصوص البوذية عن نفس الموضوع، إضافة إلى تقرير كتبها المستكشفون الغربيون خلال رحلتهم الشاقة للبحث عن شامبالا المفقودة. عرف الغرب شامبالا أول مرة عن طريق البعثة التبشيرية الكاثوليكية التي ترأسها البرتغالي إيسافيو كاسيلا، الذي سمع عن شامبالا وظن خطأ أنها تعني الصين وكانت تنطق زيمبالا، ولكن ما لبث أن عرف حقيقة الكلمة لدى عودته إلى الهند في عام 1627. في عام 1883 تحدث الدارس المجري ساندور كوروسي سوما في كتاباته عن موقع جغرافي لبلد وصفه بأنه غاية في الروعة، يقع إلى الشمال بين درجتي عرض 45 و50. وهكذا ركز بعض الكتاب اللاحقون على مفهوم الأرض المخفية التي يسكنها إخوة ضائعون لنا يسعون لصلاح الإنسانية. فالكاتبة أليس بايلي تعتبر شامبالا مكانا يقع في بعد مكاني آخر أو حقيقة روحانية في عالم الأثير. وبين عامي 1924 ميلادية و 1928 قاد الزوجان نيكولاس وهيلينا رويرتش بعثة تهدف لاستكشاف شامبالا. وفي عام 1926 و 1928 قاد العميل السوفيتي ياكوف بيلمكين بعثتين في التبت لاكتشاف شامبالا. على غرار ذلك قاد الألمانيان هينريك هيملر ورودولف هيس بعثات استكشاف إلى التبت في عام 1930 وعام 1934 و 1935، وأيضا في الأعوام 1938 و 1939. وكانت شامبالا وفقا لرؤية بعض النازيين بأن عالم سفلي ووثني ومصدر للطاقة السلبية التي يبثها الشيطان ضمن مؤامرة لإفساد الأخلاق. سافر الفنان والفيلسوف والمستكشف الروسي نيكولاس روريتش
متجولا بين الصين ومنغوليا إلى أن وصل حدود التبت بين عامي 1925 وعام 1928 ميلادية. وخلال محادثة مع أحد كهنة اللاما قيل له بأن شامبالا العظيمة تقع بعيدا خلف المحيط، إنها الإقليم السماوي العظيم، ليس لها علاقة بأرضنا، فقط في بعض الأماكن في أقصى الشمال تستطيع إدراك الشعاع المتألق لشامبالا. عندما أصر عليه روريتش اعترف الكاهن بأن شامبالا الفردوسية لها شبيه أرضي، أي تجسيد واقعي، فالتعبير القائل بأن الشعاع المتألق لشامبالا يشير إلى الأورورا، تلك الأضواء السماوية التي تتجسد في المنطقة القطبية الشمالية، التي أطلق عليها العلماء اسم الشفق القطبي. لكن الكاهن وصف أيضا شامبالا بأنها تقع في واد كبير يخفي نفسه بين جبال شائقة مع ينابيع ساخنة وأرض خصبة. قال اللاما بأن حاكم شامبالا هو الساهر على شؤون البشر، إنه يرى كل الأحداث على الأرض من خلال مرآته السحرية، وقدرته الفكرية تخترق المسافات إلى بلاد بعيدة جدا. أما سكان شامبالا فيعجز عن إحصائهم. أما القوة والإنجازات الجديدة التي حضرت للبشرية هناك فهي كثيرة. يؤكد اللاما بأن هناك رسل من الشامبالا يعملون في العالم الأرضي، وحتى أن الحاكم بذاته يتجسد بصور إنسان عادي، وأصر على أن أسرار شامبالا هي محمية ومحروسة جيدا، وأنه من المستحيل لأي شخص الوصول إلى شامبالا إلا إذا كانت الكارما عنده مناسبة بحيث يتم استدعاؤه. وفيما يلي بعض الصور التي رسمها الفنانون لشامبالا.